24 بؤرة طالتها الحرائق بولاية بيجاية، وقد رافقت كاميرا التلفزيون جهود الحماية المدنية في إخماد هذه النيران. من ظاهرة هذا اليوم سجلنا العديد من الحرائق خاصة منطقة ساكت بوليمات، وفرق الحماية المدنية مجندة لإطفاء الحريق إلى حد الساعة. الوسائل مسخرة، سخرنا 4 شاحنة إطفاء مع 25 عون، والعملية متواصلة حد الساعة، والحمد لله ما سجلنا أي خسائر فيما يخص الممتلكات ولا الأرواح البشرية. رغم ألسنة اللهب التي ساعدت الرياح القوية في انتشارها، إلا أن سواعد رجال الحماية المدنية تصدت لها. حاليا تم التحكم والسيطرة على معظم هذه الحرائق، أين تم إخماد 20 حريق وبقيت 4 متحكمين فيها. أين فرقنا موجودة حاليا في عين المكان لعملية الحراسة لتفادي لأي طارئ آخر. ويبقى التحقيق مفتوحا لمعرفة أسباب اندلاع هذه الحرائق.